Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students of first grade English department, College of Basic Education, this is the speaker, Mr. Hussain, a lecturer of English literature. Assalamu alaikum. This is the seventh lecture. It is about another poet whose name William Wordsworth. هذه المحاضرة السابعة وهي عن الشاعر William Wordsworth. He was born ولد 1770 و died 1850. خلنا نأتي المن إلى يعني هناك شيء عن نتكلم عن his biography, سيرته الذاتية و his contribution ومساهمته في الأدب الإنجليزي والشعر الإنجليزي بشكل خاص وفي النقد. طبعا احنا راح نتعامل مع نقول ناخذ الاسم الثاني دائما Wordsworth. اسمه Wordsworth, عفوا الاسم الأول يعني إذا تقدر تكتبين خو أحسن, بس لكن هو مشهور بأنه Wordsworth. Wordsworth is one of the six most standing romantic poets in the 18th century. هو أحد الشعراء البوتس شعراء رومانتيك الرومانسيين standing بارزين, هنا كلمة standing معناها بارز, الأكثر بروزا الستة في القرن التاسع عشر 19th century with his fellow, يعني مع صديقة كولريدج اللي أخذنا قصيدته اللي هي الانشنت مارينر, هم اثنيناتهم عاشوا في تقريبا نفس العصر. نعم, وهو زميل وصديق إله. He worked on, عمل على يعني اثنيناتهم اشتغلوا على كتاب اسمه important book named يسمى lyrical ballads, والبالادز مثل ما قلت لكم هي أغنية قصصية أو قصيدة قصصية أو ممكن حتى تسمى أغنية راقصة إلى آخره. لا يعني بمعنى أنها تحتوي عادة على قصة, هذه القصيدة هي فيها قصة ونسميها قصة شعرية, قصة شعرية أو شو سميها قصيدة قصصية إلى آخره, وأحيانا تسمى قصيدة راقصة. الليريكال معناها غنائي الشعر الغنائي, وأخذنا كلمة ليريك قصيدة غنائية إلى آخره. Which they published in 1798, طبعا نشروها في العام 1798. Wordsworth stressed on, طبعا هنا Wordsworth ماذا يستخدم, يقول stressed يعني يشدد على من, يعني on using simple language, يستخدم عادة اللغة بسيطة, the language of ordinary people, الناس, لغة الناس العاديين, ordinary معناها عاديين, used chiefly in humble rustic life, chiefly يعني تستخدم في الأغلب في صورة رئيسية, life حياة, rustic معناها ريفي, وhumble هنا كلمة معناها متواضع, تعرفون humble بمعنى متواضع صفة, والرستيك ريفي, إذا تستخدم عادة يعني استخدم اللغة البسيطة اللي يستخدمها بسطاء الناس عادة في الكانتريسايد يعني الريف. His main contribution to English literature, his main contribution, مساهمته الرئيسية في الانجليش poetry, في الشعر الإنجليزي, lies تكمن, لا كلمة معناها كلمة لا معناها يقع, كلمة لا معناها يكذب, هنا معناها يعني يكمن أو يقع, in his treatment of nature, في معالجته لموضوع الطبيعة. يعني شنو في معالجة موضوع الطبيعة؟ يعني هو عادة, خلينا نشوف هالصراحة نكمل وبعدين أشرح لكم أكمل لكم. For him nature is a moral teacher, بالنسبة إليه ال 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 الطبيعة هي شنو, هي مدرس معلم, تيتشر معلم, مورال أخلاقي. يعني شنو مورال أخلاقي؟ يعني الطبيعة هي التي تعطيه الأخلاق, أنه يتعلم من الطبيعة.
يعني تكوين قيم الأخلاقية، ونقدر نقدر نقول الأثيكال يعني أخلاقي أو المورال الأخلاقي، منين يأخذها؟ منين؟ من الطبيعة. هنا أريد هنا نكمن نعم since he حيث أنه هنا هي كلمة هي H E ناقصة حرف E. He sees God resides in nature، يرى الرب يعني الله resides يعني كأنه يسكن أو يقطن in nature في الطبيعة. طبعا هاي يعني نقدر نفسرها احنا كمسلمين، يعني هو نظرته هو نظرية يعني نظرة اخرى لقد لا نتفق بها، ولكن نتفق مع شيء واحد انه all the existence كل الوجود هو شنو is created or was created by God, by Almighty God, by Allah. كل الوجود هو مخلوق من قبل الله سبحانه وتعالى. الطبيعة هي شنو؟ is the creation of Allah. فلذلك إذا هي creation of Allah أكيد الله سبحانه وتعالى يكمن يعني الله في العلا، ولكنه هنا هو خلق الله، لأنه الله خلق كل شيء بقدر وخلق كل الموجودات. Many of his poems show the influence. كل معظم قصائده poems قصائد show تبين لنا the influence تأثير of natural surrounding. Natural surrounding بمعنى يعني surrounding يعني ما يحيط، يعني البيئة، يعني ما يحيط بي من بيئة. يعني شنو البيئة؟ يعني مثلا ال- 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 الهواء، الماء، الخضرة، الحيوانات تكرمون الفورست، الغابات إلى آخره، الظواهر الطبيعية. نعم on the formation في تشكيل أو تكوين of his mind عقله مو مخه، يعني عقله يعني عقل خلنا نسميه الثقافي أو ثقافته الأدبية. طبعا هو عنده مجموعة قصائد، هاي المجموعة قصائد تحت اسم لوسي بومز، يعني قصائد لوسي. وكل قصيدة طبعا راح تلقى إلها عنوان، مثلا ساي أول قصيدة احنا ماخذينها اللي هي She dwelt among the untrodden ways. هاي القصيدة تتحدث عن فتاة اسمها لوسي، ونعم عنوان القصيدة هو شنو؟ طبعا لكل قصيدة احنا مثل ما جاي نلاحظ هنا، حتى هاي القصيدة الثانية لألفريد تينيسون هي طبعا تتحدث عن من؟ عن لها عنوان، يعني شو العنوان القصيدة هاي الثانية؟ الألفريد شاعر آخر وهو شاعر يعني فيكتوريان، يعني في العهد الفيكتوري، الكوين فيكتوريا، الملكة فيكتوريا. احنا اليوم يهمنا انه ناخذ هذه القصيدة، وشباب لدينا هنا هذا التعليق النقدي على من؟ على هذا القصيدة، على هذه القصيدة. عندنا تقريبا 3 stanzas، ثلاثة مقطوعات. زين فهذه الثلاث مقطوعات، هاي واحدة السانزا الأولى، المقطوعة الأولى والمقطوعة الثانية والثالثة. وشوف لاحظ انه هاي تعليق نقدي على الأولى، وهذا تعليق نقدي على الثانية، وهذا تعليق نقدي على من؟ على الثالثة. يس هذا التعليق النقدي مهم، والطالب يعني مطالب بحفظ التعليق النقدي مع مثلا ال 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 الأربع أبيات الثانية. أنا أفضل أن تكتبوا لي الأربع أبيات الثانية عند الإجابة إن شاء الله تعالى. يس الآن نأتي إلى القصيدة. الأمر الآخر فيما يتعلق بويليام ويرزويرث، ويليام ويرزويرث هو من الشعراء الرومانسيين، رومانتيك بوت، بعد يسمى he is called يسمى أو يدعى the poet of nature، شاعر الطبيعة. طبعا تعذروني شباب انه انا اتكلم بالميكست، يعني اخلط بين العربيه والانجليزيه. اذا عنوان القصيده she dwelt
among the untrodden ways. She dwelt here. من هي الفتاة لوسي؟ She dwelt. تسكن أو تقطن. تسكن. Among the untrodden ways. Among يعني بين. Untrodden ways. الطرق الغير مسكونة. Untrodden بمعنى غير مسكون. غير مسكون. Untrodden. Untrodden. و Untrodden بمعنى غير مأهول. نعم زين بمعنى غير مأهول. نعم زين بمعنى الأمكنة الغير مأهول أو نقول ما وطأت رجل البشر أن غير مداس زين إلى آخره. Beside the springs of ضف بقرب بجانب بجانب ماذا سبرينجز وسبرينج وكلمة سبرينج معناها نعم كلمة سبرينج معناها ينبوع أو معناها ممكن تكون بئر. طبعا هنا لدينا ماذا نسيت أقولكم الضف سبرينجز نعم ينبوع أو بئر. نعم كلكم تعرفون كلمة سبرينج معناها ربيع ولكن وأيضا معناها سبرينج نابض حلزوني. لكن هنا ماذا تعني؟ تعني ينبوع وإلى آخره. إذن زين أميد الأميد شباب عادة كلمة ميد معناها فتاة يعني فتاة غير متزوجة. نعم ممكن تسمى نعم وصيفة أو خادمة إلى آخره. يس يس whom there were none to praise. whom there حيث التي there were no one لا أحد لا أحد there were no one, one no none عفوا there were none to praise. None بمعنى لا أحد أو لا to praise أن يمدحها ماكو واحد يمدحها. ليش؟ لأنه ما شايفها أحد ما شايفها. And very few to love and and very few to love يعني لم تجد الفرصة قليل ممكن أن تحب أو يحبونها لأنه لم يراها لم يرها أحد. يعني شلون نقول معزولة في مكان آخر. يصفها بعد يقول a violet by mossy stone. Violet يعني شنو violet يعني كأنها وردة البنفسج. by mossy stone stone يعني شوف إنه زهرة بصف من بصف حجرة يعني كأن تكون مثلا في النهر أو في مستنقع زين وبصف هذه الستون مغطاة بالطحالب القبيحة عادة النباتات تشوفوها أنتو تغطي الحجر تغطي الكذا خضراء تكون موسي مطحلب أو نعم ستون حجر مطحلب هاي صايرة بصفها كأن يصفها كأنه هكذا. ويقول half hidden from the eye نصف مختفية منين هافدن يعني ما بارزة كلها بشكلها الكامل الجميل. هي violet violet هنا a symbol of beauty symbol of beauty رمز الجمال كأنها وردة البنفسج رمز للجمال ورمز للأروما أروما يعني العطر أو الشذا fragrance يعني إلى آخره. fair جميلة as a star كأنها الشمس star ممكن تكون نجم أو تكون شمس. when only one is shining in the sky when only one is shining in the sky حيث واحدة يعني كأنها الشمس ما هي الواحدة أو النجمة التي تغطي التي تشرق يعني التي نعم تشع shining تشع في السكاي في السماء أكيد ليس هناك غير ممكن الشمس وممكن أن تكون القمر. she lived unknown
عاشت النون. كلمة النون معناها غير مشهور، غير معروف، ولكن هنا تجمعنا غير معروفة. And a few could know. ومثل ما قلنا a few يعني بمعنى، هنا قال إذا تذكرون ياي none to praise، لا قليلين من يمدحوها يمجدوها. نعم هنا شي يقول she lived unknown and few could know. وهنا قليلين few قليل من الناس ممكن أن تعرف. When Lucy ceased to be هنا Lucy ceased to be. Ceased يعني يتوقف، إيقاف. يعني شنو تتوقف؟ يعني تتوقف عن الحياة. يعني من ceased يعني died، توفت. But she is in her grave، هي الآن في قبرها. And oh، هنا تعجب. The difference to me، the difference to me، هذا ال difference معناه الفرق بالنسبة لي، أو الفارق. هنا شباب راح ننزل إلمن، راح ننزل إلمن إلى هذه القصيدة. هسه أول أربع أبيات، هاي الأول استانزا، the first استانزا، التعليق النقدي إلها هو شنو هذا؟ شوف شو يقول. She dwelt among the untrodden ways beside the springs of Dove, a maid whom there were none to praise and very few to love. هنا هنا التعليق النقدي. His poem يعني قصيدة الشاعر اللي هو William Wordsworth. Wordsworth. His poem قصيدته is about a girl named تسمى Lucy and the poet is admiring her beauty. يقول الشاعر هنا admiring يعني معجب، نعم بماذا؟ بجمالها. In this poem the poet tries to convey، يحاول الشاعر convey ينقل لنا that the girl is lonely، مثل ما قلنا وحيدة. And an isolated character. Isolated character يعني شخصية معزولة، ما حد يمها، يعني ما حد يعرفها. Whose relation علاقتها، حيث علاقتها، whose بمعنى حيث علاقتها or association وارتباطها with the view with very few people، عدد قليل جدا من الناس. In her life he tries to present the girl، يحاول أن present يعني هنا معناها يقدم لنا الفتاة as a divine character، كأنها شخصية يعني سماوية إلهية. Who is exceptionally هي exceptionally استثناء، استثناء بمن بماذا؟ بالبيور بالنقاء والجنتل الاحترام. جنتل يعني محترمة وطيبة. The terms spring of dove. Spring of dove. نعم طبعا هو هنا في البداية إذا تذكرون وياي يقول سماها، يعني هو هذا وصف إلها كأنها حمامة الينبوع. أكو حمامة نعم أو تسمى اليمامة اللي عادة تضع عشها قريب من الينبوع. Named maid، تسمى maid. Maid يعني فتاة، فتاة أو شابة غير متزوجة إلى آخره. Have to describe her gentle، هو هنا نعم describe يصف her gentle، قلنا gentle يعني محترم. And pure nature، طبيعتها ال pure معناها نقي، و pure معناها صافي. و نعم ونقي، فيور عادة نقي من الشوائب، يعني نقدر نقول طاهرة أيضا. نعم yes. The term spring here to depict، كلمة spring هنا يصف لنا ماذا؟ to depict يعني يصور لنا her remoteness and solitude. Her remoteness يعني بعيدة، يعني قلنا قليل من الناس يعرفون بها، زين. And solitude العزلة يعني معزولة عن الناس، لا يراها إلا القليل، لا يراها إلا القليل.
يس. نعم. يس. Yes. ننتقل إلى من we come to the second stanza اللي هي الثانية الأربع أبيات الثانية. A violet by a mossy stone. Violet, violet by يعني a mossy stone. زين. Violet, violet هي معناها بنفسج. Violet بنفسج by a mossy stone. Half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky. خلينا نشوف هاي الأبيات كيف يعني ما هو التعليق اللي عليها. In these lines هنا أس مفقودة. The poet is trying to show the uniqueness of her beauty. Uniqueness قلنا شنو؟ Uniqueness الجمال. Unique, unique يعني بمعنى فريد. فريد يعني جمال. يس. نعم. وحيد كأنه يقول في هذه يتوفر في هذه الفتاة. He uses metaphors metaphors like violet. Violet, violet يعني استخدم مصطلح أو كلمة سوري. Violet, violet يعني بنفسج. زهرة البنفسج. Covered in موسي ستون. الموسي ستون كأنه مثل ما قلت لكم هذه الزهرة مغطى عليها منه الحجر المغطاة أو الصخرة المغطاة بماذا؟ الصخرة اللي بها طحالب مغطاة بهاي الطحالب الخضراء كلكم شوفوها بقرب النهر. And he tries to show that she is something hidden. Try يعني شاعر. He يعني شاعر يحاول أن يبين لنا بأنها something is hidden مختفي أو مخفي. And neglected مثل ما قلت لكم مهمل يعني متروك يعني عام by people in general من قبل كل الناس. But is very beautiful لكنها جميلة جدا. This beauty is always hidden from people. نعم هذا على طول يعني كان هذه الفتاة هي مختفية مثل ما قلت لكم few people to know قليل من الناس يعرفوها أو أحيانا يقول none to praise. نعم نعم. Generally is untouched غير ملموس. The poet tries to show الشاعر يحاول أن يبين لنا the hiddenness and simplicity of the person. هيدي الناس مثل ما قلت لكم هي مختفية هي بعيدة عن الناس ناس قليل يشوفوها. وبعد simplicity of the person أيضا هي إنسانة بسيطة لكن رغم جمالها لكنها إنسانة بسيطة. He is trying to add حاول أن يضيف لنا sense of more loneliness يعني sense معنى loneliness البعد and isolation. Isolation العزلة. عزلة منين؟ قد تكون العزلة غير من غير يعني مقصودة. شنو غير مقصودة يعني؟ يعني ليس يعني بإرادة الإنسان. Isolation هذه العزلة والانعزال يعني خلينا نقدر نسميها مفروضة قد الظروف يعني لم تسمح لها أن تختلط مع الآخرين. Yes. 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 In the lines and a sense of simplicity معنى أو روح sense معنى روح البساطة. And beauty to her. He compares her next with a lonely star. قارنها مثل ما تقول مثل ما قلنا a lonely star في نجمة وحيدة فريدة لوحدها. All alone يعني لوحدها تماما in the sky. And which is the brightest
ولكنها مع ذلك هي الأكثر brightest, الأكثر شو نسميها bright بمعنى مشع بمعنى وهاج of all in the night. إذن ممكن مقارنتها بماذا؟ all the night يعني في كل في الليل, ممكن مقارنتها بالقمر, وإذا في النهار ممكن تكون شمس. He tries to add a sense of solitude and unique beauty, الجمال الفريد أو الوحيد, to her which is simple and rare, حيث إنه بسيط و rare نادر. نأتي المن إلى الستانزا الأخيرة. She lived unknown and few could know when Lucy ceased to be, but she is in her grave. Oh, and oh, the difference to me. خلينا نشوف شنو ماذا يقصد بهذه الستانزا الأخيرة. In the last stanza, في ال في ال في ال في ال في الستانزا الأخيرة, في الستانزا الأخيرة وفي المقطوع الأخيرة, the poet tells how unknown and hidden her life was from other. كيف إنه حياتها unknown و hidden, مختفية أو مخفية, و unknown غير معروفة, طبعا غير معروف غير مشهور. Her life was from others, من الآخرين. That no one ever noticed her absence. إحنا قلنا ceased to, هنا قلنا ceased to to be. Ceased to be يعني توقف, لم تعد توقفت, يعني توقفت لم تعد موجودة. يعني شنو لم تعد موجودة؟ يعني بمعنى ماتت, died. لأنها وحيدة, لأنه ما حد يعرفها. No one, لا أحد ever, أبدا, noticed her absence, يشاهد يعرف ماذا her absence, غيابها. شنو غيابها؟ يعني her death, her death. In this stanza, the poet speaks about her death. الشاعر مثل ما قلت لكم تكلم عن من, عن موتها. And he tries to bring sense of loneliness. حاول أن يعني يجلب لنا معنى أو روح مثل ما يقول, loneliness and emptiness, الفراغ والوحدة, that was left. طبعا هي من راحت. نعم, sense of loneliness, الوحدة, and emptiness, الفراغ أو الخواء, that was left behind the death of the maid, اللي تركته هذه الفتاة, which was informed by the word seized. Informed يعني informed بمعنى يعلم, يعني يخبرنا. Be information معناها معلومات, informed معناها يعلمنا يعني يعرفنا. By the word seized, seized بمعنى توقفت يعني died, ماتت. In the second line of the stanza, we can see the writer's lamentation. نرى هنا الرايترز هنا هنا هاي أس التملك وليس جمع, هنا يعني لازم تخلي كوما, نعم كوما هنا. lamentation, و lamentation بمعنى شنو؟ يعني بمعنى يندب. نعم, بمعنى نعم بمعنى كلمة lamentation عويل أو مناحة أو رثاء إلى آخره, أو يندب, نعم عويل أو رثاء أو فاجعة. نعم, الرايتر هو هنا معنى الشاعر. يس نعم, يس عويل أو مناحة. The writer, when Osama, yes, we can see the writer lamentation in the stanzas where he is being sad. نعم, كونه حزين, حزين عليه من about her death. The term oh, طبعا الاش سايلنت هنا, oh للتعجب نستخدمها. الترم يعني مصطلح is used to show the emotional reaction. Emotional reaction يعني ردة الفعل العاطفية. Emotion بمعنى عاطفي. She is a girl with unspoiled nature. مثل ما قلت لكم, قلنا احنا
she is a girl, هي فتاة, with an spoiled nature. كلمة شباب spoil بمعنى يضر أو يفسد. An spoiled بالعكس بمعنى غير مدنسة, غير فاسدة, غير يعني بمعنى نقية. An spoiled يعني nature, طبيعة نقية. Of modesty, الحشمة. And her loss, وإذن هي رمز إلمن إلى البيوريتي, ورمز إلمن إلى المودستي, الحشمة والشرف. And her loss, هنا كلمة loss اسم معناها ضياع, فقدان. ضياعها أو فقدانها يعني موتها, is presented as the loss of the nature, كأنها فقدان إلمن للطبيعة. لماذا؟ لأنه قلنا Wordsworth, الشاعر ويرزورث هو شاعر أو الكاتب القصيدة, نعم هو يرى أنه الطبيعة هي المعلم, هي المعلم, نعم, وهي المربي, وهي تتميز يعني هي تعطي, وهي كما يراها رمز للنقاء purity, ورمز للmodesty الحشمة والشرف, ورمز إلمن للنقاء, وإلمن إلى البيوتي, إلى الجمال, نعم. Wordsworth portrays يعني بمعنى يصور لوسي, هنا الفتاة لوسي, in the image of nature, يعني image of nature, in the image of nature, image يعني بصورة الطبيعة, كأنه Wordsworth لوسي كأنها تمثل الطبيعة. And hence وحيث أو ومنذ, نعم, وحيث her loss, كأنه فقدانها, وشنو فقدان إلمن, the loss of nature, فقدان إلمن إلى الطبيعة. هذا بالنسبة إلمن إلى القصيدة الثانية اللي هي William Wordsworth, اللي هذه القصيدة, والطلبة مطالبين بحفظ هذه الأربع أبيات, وأيضا بحفظ التعليق النقدي. يس, الآن ننتقل إلمن إلى المحاضرة البعثة, وهي الأخيرة. يس, السلام عليكم. ننتقل الآن إلى المحاضرة الثامنة والأخيرة, The distinction between poetry and prose. Distinction يعني يميز أو تمييز, يعني يقصد المقارنة, comparison between poetry, بين الشعر والنثر. وهنا لدينا ماذا؟ لدينا 10 points, 10 نقاط حول من عن الفرق بين من بين الشعري والنثر. راح طبعا أنتم مطالبين بخمسة هذا, ولكن كل الطلبة, على الطلبة أن تقرأ هذه, لا تطلع عليها وتفهمها. ما أريد طالب يعني ما يطلع عليها, يعني ربما نطالبكم بالامتحان بالإجابة عن خمسة نقاط من مجموع 10 نقاط. أرجو لكل الطلبة أن يطلعون دني كلهن يفهموهن ويعرفون شنو المقارنة بين الاثنين. إذن the distinction, أو ممكن يكون السؤال the comparison, المقارنة between poetry and prose. هذا الكوم اللي هذا العمود هو إلمن إلى الشعر, ومقابلة شنو العمود الثاني إلمن إلى النثر. فعدنا 10 نقاط, 10 points on poetry, والopposite من عتن, المعاكس من عتن, اللي هنا أيضا 10 points فيما يتعلق بماذا؟ بالبروز. خلينا نشوف الأول. Number one, poetry is meters. Sorry. Number one, poetry is metered and structured. Metered بمعنى موزون, وstructured يعني بمعنى شنو؟ مركب أو نعم. نعم إلى آخره. خلينا نشوف البروز ماذا. Prose has rhythm,
فيه rhythm, we're gonna rhythm فيه إيقاع أو فيه وزن, but it does not have that regulated rhythm. لكن ليس فيه ماذا؟ ليس فيه regulated rhythm, إيقاع أو وزن شنو regulated منظم, which constitutes الذي يشكل أو يبي يشكل أو يركب شنو الميتر. وقلنا الميتر معناها الوزن أو البحر. هناك لا يوجد ريذم ولكنه ليس مرتب, ليس مثل شنو مثل الشعر. الشعر لدينا قصائد عديدة, لدينا أنواع من القصائد, لدينا أنواع من الشعر مثل ما تتذكرون. أخذنا ال subjective poetry وأخذنا ال objective poetry وهكذا, والبعض منعتهم يتفرع علما إلى أنواع أخرى. هاي أولا. number two, poetry is represented, الشعر يعني يمثل يعني يقصد به كيف يكتب, يعني يكتب باللاينز بالأبيات. اللاين هنا خطوط يعني أبيات. and one can distinguish and one, well, one هنا الواحد يعني الشخص يكتب بها, can distinguish the lines one, two and so forth. والإنسان يعني القارئ, الوان هنا القارئ الشخص, ممكن أن يميز أنه lines الأبيات one, two and so forth إلى آخره. The prose is represented in sentences. تعرفون أنه النثر يكتب بماذا؟ ب sentences, بجمل, and paragraphs, فقرات, which are its basic units, اللي هي يعني هي الوحدات, أو اللي نسميها unit معناها وحدة, يعني مكونة. معناها شنو؟ معناها المكون الرئيسي للنثر. نعم. بعد النقطة الثالثة, number two, قلنا أخذنا هذه النقطة وقلنا ال poetry represented in lines, لكن ال prose represented in sentences and paragraphs. number three, poetry is more expressive and attractive. الشعر هو attractive يعني جذاب. Attractive معناها جذاب, و expressive يعني تعبيري أو معبر. نعم. Prose, لكن ال prose النثر is regarded as a dull of expression. Dull. وكلمة dull بمعنى ممل. Expression dull بمعنى ممل. أيضا معنى كسول, خامل. Of expression للتعبير. هنا نعم إلى آخره. نعم. Number four, poetry often has rhythm, rhyme. الشعر عادة, غالبا ما يعني يحتوي علما على rhymes مثل ما أخذناها تذكرون, معناها القوافي. And relation between words, هناك علاقة بين الكلمات. لكن البروز شنو هنا مقابلة, is everyday language, هي لغة الناس اليومية يعني العادية, اللغة العادية. used by most speakers of a language, تستخدم من قبل أكثر المتكلمين باللغة. طيب. number five, in poetry, poet uses poets, الشعراء يستخدمون ماذا, sound devices, like what, like alteration. يستخدمون, تذكروا هاي الالتريشن معناها الجناس أو تكرار الصوت الصحيح في بداية الكلمة. ويستخدمون الأونوماتوبيا اللي هي سميناها المحاكاة, التقليد الصوتي, إذا تذكرون, أو المحاكاة. يعني شنو قلنا, مثل ما تذكرون مثلا صوت الساعة يسمى تيك بالإنجليزي, أو صوت الحفيف الفحيح الأفعال سميه هس, وصوت آخر سميه باز,
إلى آخره. To make their language musical and effective. ليجعل من اللغة فعالة وmusical معناها شنو موسيقية. Number five, prose is a quite ordinary language form. لكن prose is a quite ordinary language form. Form معناها شكل أو تركيب. Ordinary language يعني اللغة العادية تماما كأنه لغة عادية اللي يتكلمها معظم الناس. In poetry poets الشعراء يعني use يستخدمون sense devices الأدوات اللي تتعلق بالسنس. السنس بمعنى شنو المعنى ممكن تجي بمعنى أو الحواس. Like ماذا؟ Like simile إذا تتذكروها كلمة التشبيه اللي معناها نشبه باستخدام as like. أو نستخدم المتفى اللي معناها الاستعارة. ممكن نستخدم personification اللي معناها التسييد أو التشخيص. To make their ideas more clear اللي يجعلوا من أفكارهم more clear أكثر وضوحا. لكن شوف in prose writers rarely use such figure of speech. Writers الكتاب في البروز rarely يعني من النادر يعني يكاد يكون يعني نفي يعني use يستخدمون such figure of speech هاي الأشكال البلاغية. زين. Number seven, poetry is language that its primary goal is the use of language as music. Poetry is language هو الشعر هو لغة that its ITS يعني primary goal هدفها هنا primary الأساسي كلمة primary معناها أساسي ابتداء هنا أقصد بها أساسي is the use هنا use نقول use لأنه اسم إذا اسم نقول use أما إذا فعل نقول use is the use of language as music استخدام اللغة كشنو كموسيقى موسيقى يعني لغة الشعر هي كلها موسيقى وتختلف عن اللغة النثر أو العادية. لكن شوف prose is the language that its primary goal هدفها الرئيسي في النثر ماذا is sharing ISH sharing of information تبادل معلومات أو نقل معلومات واضح ولا أو مشاركة معلومات إلى آخره. Number eight, poets often use concise language. الشعراء يستخدمون لغة موجزة أو مختصرة. تعرف يعني بالشعر مو مثل من مثل النثر. Which can not sometimes be easily explained. لأنها في بعض الأحيان يعني ليس من السهل أن تفسر أو تبين. Or understood أو تفهم. Understood تفهم. زين لكن النثر شنو نمبر 8 prose writers often use elaborate language ممكن يستخدمون لغة متقنة so they can achieve لكي يعني ينجزوا نعم a more forcible and vivid effect أثر vivid نشط أو قوي forcible قوي vivid نشط وقوي يستخدمون اللغة متقنة ولكنها لأجل يعني الحصول على أثر نشط فعال وقوي نعم. طيب number 9 poetry writing does not follow standard language rules in grammar, punctuation, capitalization and other sentence structures. يقول الشعر كتابة الشعر does not follow لا تتبع ماذا standard language يعني اللغة الفصحى standard هنا مو معناه تقويم يعني اللغة الفصحى أو standard هنا معناه standard معناه تعرفون معناه تقويم standard language يعني اللغة الفصحى قوانين اللغة الفصحى ما تتبع قوانين rules قوانين في اللغة الفصحى بالجرامر القواعد أو النحو بالpunctuation التنقيط يعني الفارزة ما فارزة علامة الاستفهام
capitalization الحرف الكبير يعني متى تكتب حرف كبير حرف صغير إلى آخره and other sentences structures والتراكيب الجمل الأخرى. لكن خلينا نشوف بالنثر هنا ماذا لدينا. 9 prose follows standard language rules. لكن النثر بالعكس يستخدم ماذا أو يتبع شنو قوانين اللغة الفصحى من حيث الجراماتيكال. إذن ما نعم من حيث ماذا من حيث الجرامر والبنكتويشن والكابيتاليزيشن وتكوين الجمل الأخرى وأنواع الجمل الآخرين. إذن grammatical license كلمة license بعض الناس يسموها ليسانس. هي اللايسنس معناها إجازة واللايسنس معناها تجويز. grammatical language إذن التجويز التجويز يعني الإجازة يعني شنو إجازة السماحة والرخصة هنا معناها وليس معناها الإجازة السوق مثلا driving license أو شهادة اللايسنس license certificate. لا هنا تجويز القواعد is not admissible in prose. Not admissible admissible غير مسموح به. ليش؟ لأنه لكن في الشعر مسموح للضرورة الشعرية. ممكن تقلب الجملة ممكن تقلب الكلمات إذا تتذكرون down dropped the sales dropped down. هو قدمها على اليمن قدم الفعل على اليمن على الفعل وهكذا. والنقطة الأخيرة 10 poets may use archaic الشعراء ممكن أن يستخدموا archaic language archaic and old fashioned words كلمات archaic معناها قديم. archaic معناها شنو قديم مثل ايش يعني هسه جاي نشوف yes او old fashioned ذا طراز قديم يعني شو نقول موديل قديم طراز قديم such as ماذا as made يستخدم كلمة made المن made هنا بمعناه فتاة made معناها فتاة زين made معناها فتاة أو ممكن تكون باكرة سوري بكر أو ممكن تكون عذراء إلى آخره. ويستخدم مثلا ayah for anger. ayah معناها غضب يستخدم المن لكلمة anger بدل anger شو يقول ayah. طيب بعد شو استخدم steed بدل من بدل كلمة horse بدل كلمة horse معناها حصان يستخدم بدلها كلمة شنو كلمة بدل كلمة horse يستخدم كلمة steed وبدل anger يستخدم ayah وبدل gale يستخدم made وهكذا أمثلة نعم كثيرة. بالمقابل ماذا لدينا 10 in prose the archaic and old fashioned words are regarded out of use out of use يعني أما في البروز the archaic and old fashioned الكلمات القديمة وذات الطراز القديم شنو لم يعد أصبحت خارج الاستخدام نعم yes out of use yes يعني لم تعد نعم out of use غير مستعمل أو مهمل أو لم يعد يستخدم لم يعد مستخدم أو مستعمل واضح ولا نعم هنا انتهت المحاضرة الأخيرة. Yes. Best of luck to all my students regarding to the kind of a question may be make a comparison or make distinction between poetry and prose. Dot نقطة mention five dots
any five dots, sorry, any five points, mention any five points. وهنا طلابنا ينتهي درسنا الأخير. Best of luck to all my students. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.